وإلى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يوجه رئيس هيئة قناة السويس بالاستمرار في مشروعات الهيئة وتطوير الكوادر البشرية، ويشيد لأمين عام منظمة السياحة العالمية بدعم المنظمة المستمر لقطاع السياحة دوليا وإقليميا. اللجان الفنية والقانونية في مصر والسودان وأثيوبيا يعكفون على تقريب وجهات النظر وإعداد مقترحات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا لعرضها على الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. مجلس النواب يعلن انتهاء دور العقد الخامس من فصل التشريع الأول لمجلس النواب بإقرار 233 مشروع قانون، ودور العقد الأخير يعقد أولى جلساته في مطلع أكتوبر المقبل. وزارة الصحة تعلن تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدد المتعافين ترتفع إلى 67,000 حالة، والوزارة تواصل رفع درجة الاستعدادات ومتابعة الموقف أولا بأول. ورئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن تشكيلته الوزارية الجديدة من شخصيات مستقلة تضم 28 وزيرا وكاتب دولة، والبرلمان يبحث عقد جلسة للتصويت على منح ثقة للحكومة الجديدة. إذا أخبارنا متنوعة، ومن أهم هذه الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه رئيس هيئة قناة السويس السيد أسامة ربيع بأن يستمر في مشروعات الهيئة وتطوير الكوادر البشرية، وأيضا لتوطين الصناعة سواء كان الصناعة المحلية أو الصناعة العالمية أو الدولية، وأيضا بالتالي توفير فرص عمل. في نفس الوقت أيضا بلقاء مع أمين عام منظمة السياحة العالمية يتحدث السيد الرئيس عن أنه لابد من دعم مستمر لقطاع السياحة سواء كان في الناحية الدولية أو الناحية الإقليمية، ما ينعكس على الكوادر البشرية وبالتالي على التنمية. نروح مع بعض الفاصل ونرجع لكي نستكمل معكم هذه الحلقة.